السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة كورس سلسلة أولى كمبيوتر. إعداد وتقديم محدثكم إبراهيم عبد الحميد، دعاية وتسويق زاوية الفردوس، متغمر المنصورة، مصر. رقم تليفون 0-16-50-47-329 أو 0-17-52-72-96. الايميلات لينو اونلاين 1@gmail.com او فهرو جروب @yahoo.com او فهرو جروب @hotmail.com. مدونة السلسلة www.onefirstyear.blogspot.com. هنعمل حلقة النهاردة صغيرة وخفيفة كده عن ازاي نتعرف على مكونات او مواصفات مكونات الجهاز. يعني الجهاز له مكونات، اللي هي الشاشة والكيبورد والسماعات والمذر بورد والبروسيسور والحاجات دي مكونات الجهاز. فازاي اتعرف بقى على مواصفات الجهاز او مواصفات مكونات الجهاز، كل واحدة من ديات ايه مواصفاتها، واتعامل مع المكونات دي. الموضوع ده يبقى احنا نتعلق بثلاث حاجات او بثلاث نقطة هنتكلم فيهم. اول نقطة، ازاي اتعرف على مكونات الجهاز. لو قدامي جهاز وانا عايز اعرف مثلا ايه في رامات قد ايه، والبروسيسور بتاعه كام، وكل البيانات بتاعته، ونوع الشاشة اللي قدامي، نوع اي حاجة من مكوناته، كارت الشاشة كام او كده. طبعا الجهاز بتاعي قديم، فمواصفات هتلاقيها مواصفات منخفضة بالنسبة اللي موجود دلوقتي واللي متاح بالنسبة لناس كتير او الناس اللي عندها جهاز جديد. فالموضوع ده بيجي ازاي؟ من قائمة الستارت بنيجي في ران اللي هي ايه اول واحدة في قائمة الستارت دي، بتقوم فتح ونقوم كاتبين ايه دي اكس دي اي اي جي، طبعا بيكتب عربي دي اكس دي اي اي جي. طبعا احنا عارفين ان قائمة ران دي بيسمى قائمة تشغيل، يعني بنكتب فيها اوامر معينة. لما بنكتبها الاوامر ديت بدنا مواصفات معينة. انا طبعا مني كنت مشغل الامر ده قبل كده فجالي على طول، انما انت هيجي لك رساله كده ويقول لك يس ولا يس اور نو، هتقوم انت مختار له يس. يعني انت هيجي لك خطوه قبل ديت. انا طبعا مني مشغل الامر، شغلته قبل كده فعندي على الجهاز، فايه فجاب الموضوع ده على طول. انما هو هيطلب منك طلب ويقول لك ايه يس اور نو، هتقول له انت يس عشان يجي لك الشاشه اللي قدامي دي. الشاشه اللي قدامي ديت هي اداه للتعرف على مواصفات الجهاز والتعرف على الاعراض اذا كان في مشكله في حاجه معينه او حاجه زي كده. خلاص، فنبدا بقى السيستم انفورميشن اللي هو كاتبها لك. اولا الكرنت ديت اند تايم، اليوم والتاريخ، النهارده مانداي جون 8 2009 الساعه كذا، ده تاريخ اليوم. الكمبيوتر نيم، اسم الكمبيوتر ايه؟ ابراهيم. الاوبريتنج سيستم اللي موجود عليه نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز اكس بي بروفيشنال 5.1 بيلد 2600. طبعا المواصفات دي كلها مواصفات قديمه، باكد تاني. فالناس لو شافت مواصفات مختلفه عن مواصفاتي ده امر طبيعي جدا، ان الجهاز بتاعي بالنسبه للاجهزه الجديده فرق شاسع. يعني اللانجويج بتاع الجهاز انجلش، وفي الريجنال سيتنج برضو انجلش. السيستم مانيفاكتشر، يعني مصنع، مش السيستم بقى مصنع اللي هي الحاجات اللي جايه مع المذر بورد، يعني كانه سوفت وير اللي جاي مع المذر بورد اللي هو الاورد. ماشي. السيستم موديل برضو الاورد. البايوس بتاعه فونكس اورد بايوس فيرجن كذا، ده البايوس اللي احنا بنخش عليه، والشاشه والكمبيوتر اول ما لسه بيفتح والشاشه السمراء موجوده بنضغط على ديل اللي هي ديليت، بنقوم داخلين على البايوس. ده الفيرجن بتاع البايوس، يعني البايوس ده بيتحدث، يعني ممكن يكون تجيب بيطلع من فيرجن جديد للجهاز بتاعك فتحدث البايوس بتاعك. البروسيسور بقى بتاعي انتل سيلورون، طبعا الانتل في منه سيلورون في منه بانتيوم. فانتل سيلورون سي بي يو 2.53، يعني 2.6 جيجا هرتز. يبقى البروسيسور ده هو طبعا اري 2.53، كويس. انما هو ايه 2.6، ما فيش حاجه اسمها، يعني الشركه ما بتصنعش، يعني انت بتقعد تشتري ما بتقولش 2.53 ده مش حاجه، انما هو من السي بي يو استخدم، يعني فايه قلت المواصفه بتاعته شويه. المهم يعني فهو اسمه ايه 2.53 ده اللي موجودين فعليا على الجهاز، انما هو اصلا وانا شاريه كان 2.6. الميموري بتاع الجهاز اللي هي ايه اللي هي الرامات،
756، اللي هو 512 و256، طبعا مجموعهم ب 736. برضو 736 ده جزء من الرامات برضو اللي ايه اللي شغال ده، ميجا بايت رام. طبعا انت دلوقتي ممكن تلاقي ايه في البروسيسور ده، ممكن تلاقي 3 و 3 و6 وحاجات اعلى كتير. انما في ال وبعدين هتلاقي دول كور كمان، يعني هتلاقي بروسيسور ده بانتيوم 4 ودول كور و2 و6، فهتلاقي مواصفاته اعلى كتير. ميموري، الميموري بتاع الجهاز اللي هي الرامات قلنا 756، اللي هما رامتين، واحده 512 واحده 256. طبعا ممكن موضوع ان هو واحده 256 واحده 512 عند حد يسبب له مشكله في الهاردوير، ما انصحش بيها عن نفسي يعني، بس هي الظروف اجبرتني على ان انا احط اتنين مختلفين على بعض. المفترض او الافضل يعني انك تحط رامتين من نفس النوع وبنفس المواصفات عشان يبقى ادائهم مع بعض متوازي، ماشي. بعد كده بنخش بقى على الديسبلاي، ديسبلاي اللي هي العرض، يبقى قصده على الشاشة، قصده على الشاشة. هتلاقي تحت حتى المونيتور، نوع الشاشة اللي انا بستخدمها فيليبس 107E، اللي هي 107E2، كويس. فده نوع الشاشة اللي قدامي، كويس. كمان هنا في حاجة اسمها الابروكسيميت توتال ميموري، اللي هي الان ديت، اللي هي هتلاقي هنا كام راحت فين. مش هنا بقى ولا مش واخد بالي. المهم يعني فالكرنت ديسبلاي مود اللي هي 1004، لو الحاجه اللي في دماغي اتعرضت على الشاشه اقولها لكم، لو ما اتعرضتش مش يبقى هي مش موجوده هنا، او انا كنت فاكرها هنا وهي مش موجوده هنا. كرنت ديسبلاي مود اللي هو الريزولوشن بتاع الجهاز 1024 في 768، الجهاز 32 بت 60 هرتز. كويس. هنا ايه ما فيش في دول حاجة ممكن نقولها. ال الديفايس بتاعنا اللي هو بتاع طبعا، وهنا كاتب لك ان هو انترنال، انترنال يعني جاي مع الايه مع الجهاز، مش اكسترنال، جاي مع قصدي ما جاي مع المذر بورد، يعني الديفايس بتاع تشغيل الشاشة اللي هو كارت الشاشة يعني جاي انترنال. الساوند قلنا ريال تك اللي هو AC97 اوديو، ده جهاز اللي احنا بنستخدمه في عرض ال في الصوت في الصوت يعني، اللي هو ايه برضو كارت الصوت. يبقى ده كارت الشاشة وده كارت الصوت، كويس. النتورك ده برضو كارت الشبكة، المكان اللي المفروض ان فيه سلوك كارت الشبكة. بعد كده مفيش حاجة يعني، اذا كان في هنا هيلب، اللي هيلب بتاعه اللي هو الترابل شوتر ده، ممكن ايه ممكن نشغله من. المهم يعني المواصفات الأساسية بتلاقيها في السيستم انفورميشن، دي بتسهل عليك انك تشوف المواصفات اللي هنا، والمواصفات اللي هنا طبعا بتبقى مضمونة عن اي مكان تاني ممكن تجيب فيه مواصفات، يبقى الجهاز مقربها او الجهاز مستخدم. طبعا ده التشيب تايب، برضو نوع التشيب اللي موجودة الـ SIS 661 FX ريف 01، المانيفاكتشر الاس اي اس، مانيفاكتشر عن المصنع. خلاص دي كلها حاجات بتوع الفني الصيانة او المهندسي الصيانة، الاتنين بيعرفوها عشان بيعرفوا منها ايه الحاجات اللي موجودة في الجهاز او ايه المكونات بتاعتها. بس انت اكتر حاجة تهمك انك لما حد يقولك مثلا هو انت البروسيسور بتاعك كام، وانت الرامات بتاعتك كام، هو انت النسخة اللي عندك ايه، هو يعني يسألك على أي حاجة أو تحب تطمن على حاجة معينة، الرامات اللي أنا حاططها كلها شغالة أو أي حاجة من الحاجات دي، ممكن تبص هنا. في هنا حاجة ظريفة طبعا، نيكست بيج دي بتقلب لي من تاب لتاب، كل تاب من فوق دي بتقلبه. في هنا حاجة ظريفة اللي هي سيف اول انفورميشن، اللي هي احفظ كل المعلومات اللي في الموضوع ده، احفظها لي في ملف تكست فايل، فأعلم على الديسكتوب واحفظها هنا اهو، فهتتحفظ ده. فافتحها الاقي كل المعلومات اللي قلتها لك موجوده اهي، ابراهيم ويندوز اكس بي بروفيشنال، الكلام اللي موجود. اذا كان في بروبلمز في الديكس نوتس، ديكس دايت جي نوتس ده مفيش، الديفايسز اهي كل الكلام اللي احنا قلناه 32 بت. ها
اقصى ريزوليوشن موجود اللي مش عارف ايه، كل الحاجات اللي انت هتحتاجها، او ريال توك اوديو نفس الكلام اللي قلناه تاني كمان موجود بكل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عن الايه الدرايفز، برضو كمان الدرايفات اللي موجودة فيه اللي هو ايه، عندك ايه ديسك ودي في دي سي دي روم ديفايسز، يبقى دي الحاجات اللي موجودة على الجهاز. الفايل سيستم بتاعها ان تي اف اس ولا فات، هنشوفهم الفري سبيس في كل واحد، يعني كمان مواصفات الحاجات الموجودة في الهارد. يبقى انا بقول درايف سي، احنا قلنا الهارد بارتيشنات او درايفات، فانت عندك سي ودي واي واف وجي واتش كده، فانت عندك السي في مساحة فاضية قد ايه، السي ده اهو المساحة الفاضية بتاعته. طب التوتال سبيس المساحة الكلية بتاعته قد ايه؟ تمام. طب لو واحد قالك الفايل سيستم بتاع البارتيشن ده ايه، ان تي اف اس ولا فات 32، هتقول له ان تي اف اس. كويس، وكمان الموديل بتاعه طبعا كلهم موديل واحد لان هما نفس الهارد، جي ده اسوس، سي دي رايتر، في سي دي رايتر هنا وفي دي في دي، يبقى الجهاز عليه حاجتين اهو، سي دي رايتر اهو، سي دي رايتر اهو، ونوعه اسوس ودي في دي. كويس، ودي الملفات السيستم ديفايسز النيم والكذا، الحاجات الاماكن بتاع الحاجات دي في السيستم 32، كل المواصفات اللي انت ممكن تحتاجها ممكن تجيبها من هنا. بس كل الموضوع انك تفهم ايه اهمية وايه معنى كل مواصفة من هذه المواصفات. طبعا انت ما انتش محتاج الحاجات الاساسية كمستخدم عادي، بس لو حد كان مستواه تقدم في المستقبل ان شاء الله ودرس كمبيوتر ودرس صيانة ودرس توسع في الصيانة او في الشبكات، هيحتاج بعض المعلومات ديت ممكن تبقى مفيدة له، او بعض الحاجات البسيطة اللي احنا بنقولها ديت هتبقى نقطة انطلاق كويسة، لانه بعد كده ان شاء الله ما يتوسع يلاقي الموضوع سهل عليه. دي اول حاجة. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها حاجة اسمها الديفايس مانجر. يعني احنا خدنا دلوقتي الامر بتاع الديكس دايج ده وفتحناه وشفناه، اللي هو عشان لو الناس مش حفظته او مش كتبته، اهو دي اكس دي اكس دي اي اي جي. كويس، هتجيب منه مواصفات الجهاز دي اكس دي اي اي جي. طبعا لو ما حفظتوش ممكن تكتبه في ورقه، وعلى فكره ممكن طول ما انا بتكلم او طول ما انت بتتفرج على الحلقه ممكن يبقى معاك ورقه او كراسه تعملها للسلسله وتاخد فيها نوتس، تاخد فيها ملاحظاتك او تاخد فيها المعلومات اللي انت شايف انها مهمه او معلومات انت خايف تنساها، بحيث ما تحتاجش كل شويه ترجع للحلقه عشان تشوف حاجه معينه. نخش بقى فينا حاجه اسمها الديفايس مانجر. الديفايس مانجر يعني المدير بتاع الديفايس، الديفايس اللي هي الاجهزه او المكونات الصلبه ديت، المدير بتاعهم. يعني ايه المدير بتاعهم؟ يعني اعرفك هم شغالين ولا لا. فلو كبرنا هنبص نلاقي الجهاز نفسه اسمه ابراهيم، مدرك فيه كل الحاجات دي اللي هي ايه، الكمبيوتر والديسك درايفز والفلوبي والكيبورد والماوس والمونيتور والنتورك ادابتور والبروسيسور، الكلام ده كله شغال فيه، والساوند تحت اهو، والسيستم ديفايسز، الكلام ده كله حلو، وحتى اليو اس بي موجود اهو، اليو اس بي اللي هي اليونيفرسال سيريال باس، اللي هي الفتحه اللي انا بحط منها ايه، بحط فيها حاجات كتير قوي، لو كان عندي طابعه وكان عندي سكانر والماوس والكيبورد بحط فيها اي حاجه، يعني اليو اس بي ده فتحه بتقبل اغلب الحاجات. المهم ايه اللي انا عاوز اعرفه هنا؟ اولا انا عايز اعرف هل كل الحاجات شغاله ولا لا. بمعنى هل انا مثلا عندي كارت الصوت مش شغال، كارت اللان مش شغال، كارت اللان هو النتورك ادابتور ده، لو فتحته هلاقي اهو نوعه وهلاقيه شكله طبيعي، شكله طبيعي يبقى شغال. لو لقيت عليه علامة استفهام، علامة تعجب، أي علامة من علامات، أعرف إن في مشكلة ما. كويس؟ يعني لو عليه، لو أي حاجة من الحاجات اللي أنا فتحتها أضغط على علامة الزائد دي مثلا، فين؟ في الكيبورد. كده الكيبورد شغال. ليه؟ لأن الرمز بتاعها رمز طبيعي. الرسمة بتاعتها إيه؟ رسمة طبيعية. كذلك الماوس. بي اس 2 كومباتبل ماوس. كويس؟ فكده يبقى هي شغاله. لو مش شغاله هتلاقي عليها علامه معينه، علامه زي ايه، زي علامه غلط، زي علامه تعجب، زي علامه ايه، استفهام. كويس، لو انا مش كارت من الكروت او حاجه من الحاجات دي مش شغاله، طبعا غالبا بيبقى جاي مع اسطوانه، الكروت والحاجات دي بيبقى جاي معاها اسطوانه،
فانا بعمل ايه مثلا من هنا؟ سكان فور هاردوير تشينجز، او عامل سكان فور هاردوير تشينجز وانا حاطط الاسطوانه في الجهاز. لو كان في اي تغير في الهاردوير، بمعنى ان انا ضفت هاردوير جديد والجهاز لسه ما اتعرفش عليه، فحطيت الهاردوير ده في قلب الجهاز والجهاز لسه ما عرفوش، فحطيت له الهاردوير وحطيت له الاسطوانه في قلب السي دي روم او السي دي رايتر بتاعي او الدي في دي يعني، وهو هيبقى يعرف ان في هاردوير جديد، فيقول لك ده هاردوير تشينج يعني تغير في الهاردوير، فيبدا يتعرف على الحاجات اللي انت ضفتها جديده، جايب كارت جديد، جايب مثلا الجهاز بتاعك كان قديم شويه وما فيهوش كارت شاشه فجبت له كارت شاشه، حاجه زي كده كويس. فيبدا يتعرف على التشينج ده ويبدا يمشي معاك ويقول لك ايه ان احنا اتعرفنا على التغيير اللي حصل في الجهاز. كمان لو اي ديفايس من دوت عايز اوقفه، يعني مثلا عايز اوقف الصوت، اقوم جاي من هنا من الساوند اهو، اهو الصوت اللي هو الريال تيك اوديو ده، واضغط عليه كليك يمين، حلو. ابديت درايفر يعني حدثه، يعني لو انا جايب له تحديث، بمعنى ان هو بعد ما نزل له، بعد ما نزلته انا لقيت له تحديث، يعني بعد ما اشتريته وبتاع وجبت له اسطوانه من عند حد مثلا، او اشتريت له اسطوانه تحديث ان الكارت ده امكانياته السوفت وير اللي عليه او الحاجه اللي جايه معاه ممكن تتحدث، فاقول له ابديت درايف كويس. في بعد كده ديسيبل، ديسيبل اللي هي ايه؟ وقفه عن العمل. ديسيبل انيبل يعني شغله، ديسيبل يعني وقفه، علقه بمعنى ادق، اوقفه عن العمل. ان انستول بقى يعني فكه، فك السوفت وير بتاعه، يعني انا عايز اشيله من الجهاز فبقول له ان انستول كويس. ممكن اعمل ان انستول وبعد كده اعمل انستول، يعني ممكن اعمل ان انستول دلوقتي او اضغط على ان انستول اهو، هيقول لي انت متاكد انك عايز تعمل له انستول؟ انت في تحذير اهو، اقول له اوكي هيعمل له انستول، هيفك كويس. بعد كده احط له الاسطوانه، ده لو كان مثلا متعرف غلط، يعني مثلا انا بعد ما عرفت الكروت وكده لقيت نزلت نسخه جديده وعرفت الكروت فلقيت كارت الصوت مش متعرف صح، فهفكه من هنا، اضغط عليه كليك يمين وافكه واعرفه تاني بالاسطوانه، اعمل له انستول من هنا، هيبدا يمشي معايا خطوات عاديه خالص، نيكست 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 فينش، هيقوم متعرف التعريف الجديد، بدل ما هو اتعرف في المره الاولانيه غلط ان شاء الله في المره التانيه هيتعرف صح كويس. انما ديسيبل دي يعني وقف عن العمل. تشينج فور هاردوير تشينجز يعني لو كان في تغير في الهاردوير في موضوع كارت الشاشه ده كويس، تمام. البروبرتيز بتاعته اللي هي خواصه اهي قدامك، ان هو الديفايس تايب نوعه هو طبعا ساوند، انما هو بيحط الساوند والفيديو والجيم كنترول التلاته مع بعض كويس. الفتحه اللي موجود فيها بي سي اي، يعني موجود في فتحه بي سي اي، كل الحاجات اللي متعلقه بيه هتلاقيها هنا، كل الديتيلز اللي انت ممكن ايه تحتاجها كويس. يبقى احنا اتفقنا على ان اي حاجه عايز اوقفها، لو انا عايز اوقف مثلا كارت الشبكه من هنا اضغط كليك يمين واقول له ديسيبل، وبعد شويه اقول له انيبل كويس. لو انا عايز اوقف اي حاجه من الحاجات دي، يعني ضغطت هنا ديسيبل هيقول لي ديسيبل ذيس ديفايس ويل كوز ات تو ستوب فانكشنينج، دو يو ريلي وونت تو ديسيبل ات، يعني لما هتوقف النتورك ادابتور ده الوظيفه بتاعته اللي هي الفانكشن هتوقف، انت بجد عايز توقفه؟ هقول له يس. هيجي يبعت لي رساله تانية يقول لي ايه اهو، احيانا بيبعت لي رساله تانية يقول لي لا لازم تبعت تعمل ريستارت، يعني ممكن يبعت لي وممكن ما يبعتليش. دلوقتي هو كده وقف كارت الشبكه، يبقى دلوقتي انا الجهاز بتاعي من غير كارت الشبكه لانه موقوف كارت الشبكه عام. اضغط عليه كليك يمين واقول له انيبل بقى، يبقى انيبل ده هيخليه ايه اهو، شوف النتورك كيبل از انبلوجد اهو اتشال، ده رجع تاني الكمبيوتر اتعرف على كارت الشبكه. يعني في المره الاولانيه كارت الشبكه اتفك، لو انا مثلا عايز حد يقعد على الجهاز بس مش عايزه يستخدم الكمبيوتر او مش عايزه يستخدم الانترنت فممكن الجأ للموضوع ده. فلو انا مثلا ولد من اولادي الصغيرين هيقعد على الجهاز ومش عايزه يستخدم شبكه الانترنت، ممكن اعمل لكارت الشبكه من هنا ديسيبل، بحيث اضمن ان الولد لما يقعد على الجهاز ما يدخلش على شبكه الانترنت، وده يبقى يكون نوع من انواع الامان ليه. انما طبعا لو الولد عارف الحركه دي ما هيصلحها، هيعمل لكارت الشبكه انيبل يعني، بس يعني قصدي لو طفل او حد صغير والاب قلقان من دخوله على شبكه الانترنت، ده ممكن يبقى
من الوسائل المساعدة، خاصة ان انت ما بتفكش التعريف، انت بتوقفه بس، بتعمله ديسيبل يعني بتقوله اقف عندك كويس، بس هو لسه موجود ولسه لسه شغال ولسه متعرف لسه كل حاجة، بس كل الموضوع ان هي هتقول له ايه، ما تشتغلش، اتعلق مؤقتا لحد ما احتاجك بعد كده. فحركة ديسيبل دي حركة كويسة. الحاجات اللي فوق نتعرف عليها كمان، لو ضغطت على اي واحدة من الحاجات دي هلاقي طالع لي اول حاجة ديسيبل اللي هي اللي احنا عارفينها، تاني حاجة ان انستول يعني فك التسطيب او الانستليشن بتاعه، بعد كده ابديت درايفر لو كان في اي تحديث، بعد كده سكان في هاردوير تشينجز. دولت ايه اهم اربع حاجات اللي انا بحتاجه من هنا. عندي بعد كده اللي هي القايمة لو انا عايز اظهرها، لو انا عايز اطبع حاجة، لو انا عايز اجيب البروبرتيز بتاعتها كمان، كل الحاجات اللي انا كنت جايبها من كليك يمين جات لي هنا اهي وموجودة هنا فوق تاني. بيقول لي بقى الفيو الديفايسز باي ايه، باي ريسورسز ولا مش عارف ايه ولا كاستمايز، يعني هترتبهم ازاي ولا هتحطهم ازاي. فجابهم شوف الموضوع مختلف هنا خالص، هنا هنخليه باي تايب، هنا ممكن يخليها باي ريسورس، مش هتفرق مع الموضوع ده. كاستمايز برضو ما فيش يعني هنا حاجة تستحق ان احنا نقولها قوي. بس كده اتعرفنا على مواصفات الجهاز وتعاملنا مع المكونات ديت من نقطة الهاردوير. ان انا برضو هنا على فكرة برضو دي وسيلة مواصلة التعرف على الهاردوير، يعني مثلا هنا نوع كارت الشاشة وباين قدامي اس اي اس 900. اس اي اس ده معناه ان هو جاي مع الايه، مع المظهر بتاعتي، ان هو بيلت ان في المظهر، طبعا المظهر قديم. فالنوع الكيبورد اهو بي اس 2، يعني بتتحط في فتحة بي اس 2 ما بتتحطش في يو بي اس، في يو اس بي. بي اس 2 برضو ماوس كويس. فانا ممكن اتعرف على مواصفات الجهاز من هنا زي ما انا ممكن اتحكم فيه، يعني اتحكم فيها يعني افكها، افكها يعني عايز اشيلها من الجهاز فبعملها ان انستول، او اسطبها اعمل لها انستول، او اعمل لها ديسيبل او انيبل. يبقى انا بتحكم دلوقتي في كل مكونات الجهاز بشكل كويس. لو انا عايز كذلك اتحكم في الشاشة ممكن اتحكم في الشاشة اهو، لو عايز اتحكم في اي مكون من المكونات زي ما احنا قلنا في الهارد اهو كمان في الهارد كويس، والدي في دي والسي دي روم اللي موجود عندنا الاتنين اهم، ده يبين لك ان على الجهاز حاجتين، سي دي روم سي دي رايتر وكمان دي في دي. فكل المكونات اللي موجودة عندنا زي ما انت شايف، اي واحد من اليو اس بي، انت عندك كل اليو اس بي اللي موجودة ديت، ممكن تفك اي واحد منهم او توقفه. كل الحاجات اللي موجودة ديت كلها حاجات تقدر تتحكم فيها وتعمل لها العمليات اللي احنا قلنا عليها ديت، اللي ممكن تكون مفيدة في بعض الاحيان. انصح بس ان المعلومات اللي احنا بنقولها خاصة فيما يتعلق بالحاجات اللي هي قريبة من الصيانة زي اللي احنا بنقولها ديت، يعني يكون في حرص شويه في استخدامها، يعني ما يكونش في فك وتركيب على الفاضي لمكونات الجهاز، ما يكونش في ديسيبل وانيبل على الفاضي، يعني يكون في حرص شويه، وان احنا نتعرف على مكونات جهازنا، وان بحيث نقدر نتابع يعني لو في مثلا تحديث جامد قوي، حاجه تهمني قوي، ان حاجه نزلت وانا مواصفات الجهاز بتاعتي ادمت ولا لا، فاعرف مواصفات الجهاز اصلا واروح لحد او اسال حد او ادور على النت فاشوف مواصفات الجهاز بتاعي هو بقاله مثلا سنه او بقاله سنتين او بقاله 6 شهور، طب هو نزل حاجه احدث كده، تبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. ان شاء الله تباعا هنبقى نتكلم في المواصفات ونقول معنى الارقام ونقول الحاجات ديت ان شاء الله في حلقات قادمه. شكرا لكم على حسن استماعكم، محدثكم ابراهيم عبد الحميد، نشكر لكم حسن السماع. كنا عايزين نطول في الحلقه دي اكتر من كده بس هي ظروفها جت كده. ان شاء الله يعني المعلومات اللي احنا كنا عايزين نقولها في الحلقه ديت وربنا ما اذنش ان احنا نقولها، ان شاء الله تباعا هنقولها في حلقات قادمه. اتمنى ان انتوا تدعوا للقائمين على هذا العمل وفريق العمل كله بقياده الاخت زاهية الفردوس وكل الناس التانية اللي موجودة معانا او كل الناس اللي قدمت حاجة للسلسلة، ان انتوا تدعو لهم دعوة بظهر الغيب طبعا، وانا معاهم تدعو لهم دعوة بظهر الغيب وتتواصلوا معانا ان شاء الله، عشان التواصل بتاعكم ده بيشجعنا ان احنا نستمر ونكمل شغلنا مع حضراتكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا، واتمنى ان انتوا تستفيدوا بالحلقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.